خلي بالك لعيب كويس قوي وبيقدر يوصل وبيقدر يلعب برضه. هو لعيب من اللعيبه المهاريه وبيعرف يعمل سلو باس كويس قوي, اختراقات من العمق وعلى الاطراف, كان عنده حلول. بس هو اتاخر, نزل في الدقيقه 83, فكان خلاص بقى هو لازم ياخد الريسك خلاص. ما 1-0 طلع في نفس التوقيت اللي نزل فيه اسلام صيام, كان مين, طارق سالم, شريف داوي, شريف داوي, لا انا بتكلم على الرجاء. الرجاء لما نزل هاني العجيزي اللي هو مندي عشان يلعب اتنين راس حربه, فراح علي ماهر منزل له تغييره اسلام صيام على اساس ان هو يقفل في الوقت ده, ان هو يلعب اتنين راس حربه, يبقى معاهم اتنين مساكين سواء بقى حماده طلبه او احمد سعيد اوكا, او دلوقتي لما نزل اسلام صيام عشان يقفل عليه, لان هو خلاص هو عايز ياخد الريسك ان هو يجيب التعادل, لان مباراه الكاس خلاص ما عنديش حل تاني يعني. لكن زي ما قلت لك, هو محور اداء نادي الاسيوطي محمد عنتر, حقه هايل, ده حقه بصراحه هايل. يعني بص الجون, لو هنجيب لقطه الهدف ومنور من اول الموسم يعني, مؤثر كل مباراه, عنده تاثير كل مباراه, واضح دوره في بجد والله ربنا يحميه.